أنا كامل نصلوا على النبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة دنيا فرح. هنا راح نديكم الحمام الوان في البلاصة اللي اسمها العين، ونكمل لكم ديكم ماناج، ونديكم تحوسوا معايا شوية في الليل، يعني ظلامت علينا. الفيديو اللي مقبل فيلميت لكم في النهار، دوكا فيلميت لكم في الليل. تابعوني، اروحوا معايا نشوفوا الفيديو هذا، ما حش تندموا عليه. فيديو هايل ويحي يعجبكم، وتشوفوا بلايس يعني بالك عمركم ما شفتوهم في حمام الوان. ايا معايا، رانا رايحين لهذه العوينه، قالوا لنا جايه من هذه الجهه. هذه العوينه قال لك مليحه الداوي وكلش، وحنا ما نعرفوش بلاصه مليح. رانا نمشوا ونسقسوا، وانتم راكم معانا ديكوفريو معايا بلايس كيما يلزم. هيا مرحبا بكم، اروحوا تبعوني. شوفوا دي حبس بيعوا كرموس بلاصه هنا يقولوا لها العوينه. كرو جبنا قرعه معانا يشربوا من هذيك القرعه العوينه. ملح ملح هو ملح لاكو في الكبريت ويشربوا بازو. ايه صح، هذه هي العوينه منا. هيا تبعوني تبعوني طريق مظلمه. خلاني دخلت باش نفيلمي برك. ايه سبحاني، هذه هي الباب، هذه هي العوينه هنايا. قال لك مليحه لاب ومليحه للمرض مليحه لكلش. فيلمي سمحوا لي، جيت نفيلمي هذه العوينه اللي هضرونا عليها، ما نقدرش نفيلمي، كاين نسال داخل الله غالب، ما نقدرش سمحوا لي. مي هنايا هذه البلاصه يقولوها العوينه، يداو المرض يدخلوا ليها غير النساء. ما قدرتش نصور باسكو النساء كانوا ماشي مستورات كامل، وعيب يعني بين مرا ومرا نورمالمون تكون شويه ستره. هذه ملاحظه قلتها، ونتمنى كامل الناس اللي يروحوا الحمام يستروا روحهم حتى بين النساء. شفت فيلمي ها؟ اشرينا شويه هكا شويه هكا، قلت لك يا هذا يدير 25000 وقمصانه دير 15000. هذه اسمها قمصانه، مسارة بالشوك صح بنينة. التمر الهندي تسموه التمر الهندي، واقعين كمان كي يسميه التمر الهندي. هاك تشوف الطبيعة، الطبيعة في حمام ألوان ما شاء الله ما شاء الله. شوف شوف قال لك الحلاوة سكر، راح تسمعوا ها يعني. هنا العوينه اللي راكم تشوفوا فيها، صورت لكم شويه المنطقه، للاسف مازال ما داروش جهه تاع الرجال، يعني العين هذه غير مخصصه للنساء، راح يبنوا للرجال. ما نعرفوا كيفاش يبنوا. المهم انا صورت ما قدرتش نفيلميكم، بصح البلاصه تعرفوها. رايحين للماناج نشوفوا وين جاي، وانتم راكم معنا ندوزو لكم تشوفوا معنا. هذا الماناج هضرنا عليه واحد الراجل، وقيل راه على هذا جعليلات هادو تحليق هذا، وعلى هذا بالك هنايا هاد المانج راه يهضر هادو بوبو هادي سيغمون يهضر على هذا. نعم كي تجو لهنا تجيبو دراري يلعبو هنايا. جزنا هكذا وريناها لكم برك من بعيد، يعني حمام الوان هذي اتنحوا على ضيقة الخاطر فيها. فضاء سياحي ألعاب الأطفال هاوليك. هذه يا حمام الوان راكم معايا في حمام الوان ودراري. حمام ملوان، حمام ملوان، حمام الوان مش حمام الوان، حمام حمام ملوان. شوفوا شوفوا يا صاحبي خلاص الناس ما قعدتش بزاف هنا كاش دوك الليل. هذا اوتيل، هذا هو الاوتيل اللي كان يهضرنا عليه، قال لك 800000 بالمكلب كلش للعائلة، ماشي للليلة الواحد، العائلة بالمكلب كلش ولا بالواحد، لا لا والمكلب كلش انت والعائلة تاعك، و 500000 بلا الماكلة. هي 800000 خير تاكل تشرب وراك لاباس عليك. هنايا واقيلا الحمامات هذوك اللي وين يدوشوا
من كاين الضو هكا يشعل يبريد تحت لتحت لوتيل هذاك شغل هذاك الحمام اللي يدوشوا فيه راكم تشوفوا هاوريك جزنا عليه مقبيله هذا هو جزنا عليه مقبيله رايحين عندو انا دايرين من طن يلا انتم معنا ان شاء الله يكون عجبكم هاد الخرجه ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا وان شاء الله تكونوا غاديتوا على خاطركم ها تشوفوا هنايا المحلات ملتاح ريستورون كلش ها وليت دخلت على الهوتيل هذاك هذا هو الهوتيل دخلت تاعو هاي شكون كاين الضو كاين السناتش فين جبتها لكم شويه هذه هي دخلت على الهوتيل هذا هو شكون هذا هو الهوتيل الحمام جاي هنا من هي الحمام وي جاي من هي الحمام راكم تشوفوا هنايا الحوايج اللبسه راكم تشوفوا بعضها الطين كلش وقيلا خليناه من هيك الحمام ماشي للهيك وين خليناه من الكوت ايه كاين حمام تاع لوطين كاين حمام لونسيان خلاص هنايا هذا الحمام لونسيان هذا لونسيان حمام كاين حمام تاع لوطين هذا هو شوفوا نسى الدنيا جاو يحمو يدوشوا فيه بالك خلاص الوقت روطار دوكا هذا جامع ما شاء الله ربي يكبر مفطاها تاعو ان شاء الله ويرضى علينا ويغفر لنا ويتوب علينا ان شاء الله ربي مدرسة قرآنية شوفوا ما شاء الله حولك هذا محل مواد غذائية وكثرة الطين واللبن يبيعوا اللبن رايب في الطريق قعدنا جايين الدنيا يبيعوا هاد الحوايج شوفوا الطين بخار دربوكات هاي كل حاجة شوفوا شي خدمة مساكن هم كاميرا راهم يغلقوا دركا بدات حليل يغلقوا ما يقعدوش مي حنا رانا رايحين هاني شوفوا الفخار شحال كاين بزاف الفخار بزاف اعشاب حاجات بزاف يبيعوا بزاف الحاجات التقليديه هنايا في حمام الوان كاين حتى الحوايج اقدر نشوف قلات الطاجين هكا كرشت تعيشي هنايا في حاجات تاع تولي شغل زمان حاجة الطين حاجة حمام طبيعي يدخلوا يدوشوا فيه هادو كامل الحمامات اللي تلقاهم هنايا يدخلوا الناس يدوشوا هذا هو حمام معدني حمامات معدنية حمام الوين زعيم محمد هذا اللي هنا حمام ملوان لقاو بزاف العائلات هنا يجو يكرو يجوزو وقيتها هكا ويروحو ديارهم هاي نتمنى لكم تكونوا قضيتوا وقت مليح معايا وعجبكم الحال مرحبا بكم مكان عائلي قاعة مكيفة موقف للسيارات هم هنا يكرو هاوليك الدخلة وين تدخلوا للبوجو تاعكم ومكان عائلي وشوفوا والوطيل هذا جبل ربي رخيص ماشي غالي لي ريستورون كاينين هاوليك هم لي بلونت كيما شفنا في الطريقة هنايا يبيعوا بزاف لي بلونت يهتموا بزاف بالطبيعة والازهار هيا دوكا راح نقول لكم بقاو على خير اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش تابونيو في القناه الى الفيديو لاحق ان شاء الله بقاو على خير بقاو على خير خلاو في روحتكم وابوني في القناه اشتركوا فيها وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس الى اللقاء بقاو على خير وسلام